اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنجرب تقنيه اي اي نويز كانسليشن. الاي اي نويز كانسليشن تم اضافتها من شركه اسوس في البورد بتاعتها، البورد الجيمنج الجديده الاسوس ستريكس بي 550. النهارده هنجرب على بورده بي 550 اي جيمنج. التجربه هتتم باستخدام هيدفون هايبر اكس كلاود ريفولفر، عشان تبقى عارف يعني هيدفون عادي خالص، بس هو بمايك المايك بتاعه بيقدر يلقط الصوت من جميع الجهات، وبالتالي مش مايك احترافي كمان. يعني لو مايك احترافي فاحنا بنتكلم ان اساسا المفروض ما يبقى في صوت جنبك او صوت حد بيتكلم او حد مشغل موسيقى او في تلفزيون انت ما بتسمعوش، انما ده مايك بيلقط الصوت من جميع الاتجاهات. طبعا انا بكلمك دلوقتي والبرنامج مش متفعل، يعني التقنية مش متفعلة. التقنية طبعا لسه في بدايتها، يعني لسه بينزل لها ابديتس وبتتحسن اكتر من كده مع الوقت. والمميز في التقنيه ان ما فيهاش هبوط في الاداء مقارنه بالار تي اكس فويس، وده هوضحه في المراجعه بشكل بالارقام بمعنى ادق. خلينا دلوقتي نجرب مع بعض. هبتدي اول جزء هعرضه لكم هنا على الصفحه، وهو الكلام اللي هو صوت محادثه جانبيه بتحصل جنبي مثلا، وده هستخدم فيه موبايل وهعلي صوته على الاخر وهحطه جنبي على مسافه 20 سنتي لتلاتين سنتي في الرينجات دي بالظبط، بحيث ان هو يبقى الصوت قريب جدا مني ويبقى الصوت عالي. طبعا انتوا دلوقتي احنا لغايه دلوقتي ما شغلناش حاجه، انا هشغله بدون ما افعل التقنيه بحيث انك تسمع صوتي وانا بتكلم. دلوقتي هو حد بيتكلم معايا وعلى الصفحه وانا اوريدي بتكلم معاكم، بحيث ان انت تبتدي تركز في صوتي، هل صوتي مسموع مقارنه بالصوت الضوضاء اللي حواليا. دلوقتي انا هفعل التقنيه من البرنامج ده على وضع لو. وضع لو انا ما اعرفش، طبعا انتوا اللي سامعين حاليا فانتوا اللي هتقدروا تحكموا اكتر على التقنيه وهو صوته طالع ولا لا. ماشي، خلينا بقى ننقل على وضع ميد. الصوت هيختلف ولا لا انا مش عارف. خلينا، انا محتاج اعرف تعليقاتكم على الاداء بتاعها في الكلام، لان برضو الموسيقى الوضع هيختلف، عشان بس تبقى عارف. لما هحط لك لينك الفيديو بتاع الموسيقى على اليوتيوب هتلاقي ان العزل مختلف عن الكلام. نشوفه مع بعض. دلوقتي الوضع بتاع هاي، انا دلوقتي مثلا بتكلم معاك وده اقصى وضع تقدر تعمل فيه عزل، يعني اقصى عزل البرنامج بيقدمه حتى الان. فالصوت كده اوضح او لا انتوا هتقرروا وتقولوا لي في التعليقات. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وتفعل السي فيرست للصفحة. أشكركم.